قطع شارع زغطوني، جيت العوينه الحاره ديزا طوموبيل فاش ثلاثه دراري ولا اربعه صغار ضربوني وزادوا. كجاو البوليس عيطوا لي الله امبيلونس، ركبوني في لومبيلونس دوني لبنو رشد. مشيت لبنو رشد لقيت الدنيا عامره وانا موعات من رجلي، موعات في المشوار، موعات في يديا راسي انسى من هنايا، وما عندي لا ماديا لا الوالدين متوفين وعايش بوحدي وهادشي اللي كاين. بقيت واقف تما الناس تيسربيو في شي ناس، شي ناس ما كيتسرباوش، انا باش راسي غادي نبقى تما حاصل وانا موعد ضرتني رجليا بغيت نتكى الناس. شتي الطريق من بن رشد على رجليا دقه دقه تقريبا ماشي 11 ونص ديال الليل وانا جاي من 10 حتى شي 12 الليل وانا جاي كنزحف على رجليا توصلت للمكان عين المكان اللي كان منعس فيه. حيت ما عنديش باش نخلص قال لي جيب الراميد، الراميد انا ما عنديش، قال لي وقت الاحتياج ما عنديش شايايا، يلا عطوني هذه الورقه هذه. وانا في الحقيقه كنطالب الناس المحسنين شوفوا من حالي، رجلي ضراني ما كنقدرش نحركها، ما عرفت واش مشقوق ليها شي عظم ولا الصباع ولا رجلي بالضبط ما عرفتش بالضبط. يلا كنبوجي هنا حدا باب الدار هادشي اللي نقدر نقول لكم وما يصير سيدنا.